صديقاتي أصدقائي الكرام، موضوعنا بهالحلقة من أهم المواضيع اللي قربتها حتى تاريخه لسبب كتير بسيط، لشدة حساسية الموضوع واللي بتتعلق عن مصداقيتنا جميعا في مقاربة أي خبر أو أي قصة بتخص موسيقارنا العالمي فريد الأطرش. تكون تستند على الزمان والمكان بالتاريخ، وبتستند على مستندات يعني كوبي عنها. الحمد لله في أكد على مدار بحدود 76 حدث يثبتون عالمية الموسيقار فريد الأطرش، وفي بحدود 50 قصة من قصص عفوا الموسيقار فريد الأطرش، كله مدعم بالتاريخ وبالمكان والزمان وبفوتوكوبي أو صور عن المستندات. أين هي؟ مثلاً جريدة لوموند قال كذا، بدي حط صورة. ليه ما قالته جريدة لوموند جزء منها حتى لا يمكن حدا يطلع منها؟ لأنه في كتير مصادر للمعلومات بكل أسف بعض المرات عم تنشال من الجوجل، عم تنشال من مكانها. طبعاً هاي سياسات هلق صارت عند الآخرين هاي، ولكن مفروض أنا لما بدي حط هالخبر مباشرة اسندوا بالوقائع المكتوبة وبالوقائع اللي تثبت أحقية ومصداقية هذا الخبر، حتى نضلنا محافظين إنه الكلمة يعني بعيدة على طول. هالكلمة هاي تنوزن على طريق الجوهرجي وركون قاطعة كالسيف، واضحة كالنور وصريحة. ولكن كل هذا ما له قيمة إذا بدأنا بإطلاق قصص ما هب ودب. بكل محبة أنا لن أزايد على أحد، الله بيشهد. أنا بقول إنه سواء عن سابق عنده أسرار أو عن نية طيبة أو لا سمح الله عن نية غير طيبة، لأنه بنهاية الأمر كله بتصب في طاحوني وحدي اللي هي بتقلل الثقة بكل ما يقال عن موسيقار فريد الأطرش وبروح الصالح بعزي الطالح. لأن مجرد ما أنه أي خبر عن عالمية فريد، مجرد ما أنه أي قصة تثبت إنسانية فريد، إذا لم تستند إلى وقائع مكتوبة في الزمان والمكان وصور عن هالمصادر، تفقد مصداقيتها حتى لو كانت صحيحة. ولكن خطرة أنه تأخذ في طريقها كل إثباتات الرائعة العظيمة اللي أخذت جهد 20 سنة بالأربعمية صفحة حتى وصلنا لوقت معين ألق المرحوم الموسيقار فريد الأطرش بالخمس قارات. وأنا لن أدعي مجد، مش أنا صانعه، مش بفضل محمود أحمدية ولا بفضل كتابي، ولكن بفضل الدراسات اللي عملت، الأبحاث اللي عملت، ومش وحدي، مش وحدي، لأنه بيكفينا شرف أنه فريد نفسه الله يرحمه أول من طالب وقال أملي وحلمي مع العالمية الرائعة ليلى رستم إيصال الموسيقى الشرقية إلى العالمية، ومسجل هذا اللقاء مع ليلى رستم. ومش مهم يكون موسيقى فريد الأطرش، مهم موسيقى عربية توصل للعالم، مثل ما نحن بالطب أبدعنا، مثل ما نحن بالفيزياء أبدعنا، مثل ما نحن بالعلم الفلك أبدعنا، بالألجبرة أبدعنا. شو اللي بيمنع الموسيقى العربية يكون فيها إبداع يوازي الإبداعات اللي عم نحكي عنها؟ من هالزاوية هاي بطلقها نداء لكل أصحاب المواقع الإلكترونية واللي فيها طبعا فيها بوستات عم تنزل. بتمنى على كل صاحب بوست أو شيء بده يحطه، بحترم كل إنسان بيكفي إنه بحب فريد، أو كل صاحب لا سمح الله ينحط بوست ويراد به حق
حق ولكن يراد به باطل لتخفيف المصداقية. بتمنى انه نطلع ألف أهلا وسهلا بكل خبرية بكل قصة، شرط تكون مدعمة بالأرقام بالتواريخ وبالمكان وبالصور، فوتوكوبيز عن الشيء اللي عم ينقال. لذلك أنا مثلا بكل تواضع حطوني 4 5 10 12 20 30 بجو إنه فريد في التمثال رقم 26 عفوا عن فريد بمتحف برلين في ألمانيا. تحريت على الموضوع، ما وصلت لنتيجة ولم أستطع الحديث عن هالقصة هيدي لا بحلقة من حلقات القناة عندي ولا بأي شيء إلا بغلطة غلطناها انحطت بكتابي، ولكن متأسف في النسخة الجديدة اللي بدها تطلع لن تشاهدوا كلمة إنه التمثال رقم 26. خليني بلش بنفسي لأنه أنا رحت بمقالة الآخرين ولكن بجريرة الآخرين، ولكن الحمد لله يمكن هذا مثل ضئيل من مثال مئات الأمثلة. لذلك بتمنى إنه تكون هالرسالة واضحة وتفهم بإيجابياتها من أجل شخص واحد اسمه الموسيقار فريد الأطرش، لأنه فريد مديننا كتير، مديننا فرح، مديننا معارف، مديننا صلات إنسانية، مديننا فن راقي، مديننا جزء من حياة جميلة، جزء من لحظات بتضل طول العمر عبر مئات الأعمال الفنية العظيمة. فضل علينا كلمة دني دني بفتح هالأقنية وصولا إلى دار الأوبرا في مصر، كان في القاهرة أو في اسكندرية، وصولا لإقامة مئات الحفلات تجمع الأهل والخلان والأصدقاء وكل محبي الفن الراقي، مش بس ضروري بس فريد الأطرش. لذلك باسم الموسيقار فريد الأطرش، باسم حبنا للفن، باسم النزاهة اللي فينا، باسم مكرم الذات، ننسى نفسنا، ننسى وما نحط قصة ما لها علاقة بالواقع. وأنا أربأ بنفسي أني أفسر أكثر، ولكن ملاحظة صغيرة اللي خليني طور هالموضوع هيدا، أحد الأخبار أنه فريد كان عنده مشروع للغناء باللغة الأجنبية من أجل القضية العربية بشكل عام، وبعدين في نداء أين أصبحت هذه الأغنية لأنه صدرت. نحن هذا الكلام كل شيء بقدر بقول يمكن يكون بريء ولكن ما بيخدم أبداً قطعياً. إذا قيل للي وضع هذا الكلام يا خيي وين الإثباتات اللي تثبت أنه هناك أغنية؟ من أن الأشخاص اللي بيصدقوا قولاً وفعلاً هيك خبر. لذلك بتمنى نحافظ على القلق والشفافية اللي مفروض تضلل كل شيء يمد فريد بصلة حتى هذا الإنسان يرقد بسلام ويضل من عليائه عم يطلع فينا برضا كامل. لذلك أنا بحب كلكم، بحب اللي حط البوست وبحب الناس اللي عم تقرأ وبحب كل من له علاقة بفريد الأطرش، ولكن أتمنى على قدر ما بحبكم على قدر ما بكون حريص. طبعا الله يخلينا، أنا مش عم بوجه الموضوع للجميع، بوجه الموضوع حيث يجب أن تصل الرسالة حتى نحافظ على مصداقيتنا تجاه اللي عم يقرانا وتجاه اللي عم يسمعنا، ويقول حقيقة إنه كل ما يقال عنده نوع من المصداقية لا ترقى إليها ولا إليه أي شك. شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية، والله ولي القصد. شكرا.